قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. يقول الأخ إنه ابتلي بمشاهدة الأفلام التي يسمونها إباحية، وهي أفلام الفجور والعهر والزنا والقبائح بأنواعها المتعلقة بالأعراض. ولا شك أن مشاهدة هذه الأفلام من الجرائم العظمى، وهي محرمة يقينا، والواجب على المسلم أن يمنع نفسه من ذلك. ومما يعين على ذلك أن تتذكر يا أخي وأنت تشاهد هذه الأفلام أن الله يراك، أنت تنظر إلى هذه المحرمات بعينيك والله يراك. وأنت يا عبد الله لو دخل عليك طفل في السابعة أو الثامنة أو العاشرة وأنت تشاهد هذه الأفلام لاستحيت وارتبكت وأغلقتها، فكيف لا تستحي من الله الذي خلقك وأنعم عليك بالعينين ورباك بالنعم؟ فإذا دعتك النفس الأمارة بالسوء إلى مشاهدة هذه الأفلام فذكر نفسك بأن الله يراك. كما يستعين العبد على ترك هذه المنكرات بالتذكر أن أعضاء الإنسان ستشهد عليه يوم القيامة بما فعل، فهاتان العينان اللتان تريان هذه الأفلام القبيحة تشهدان على صاحبهما يوم القيامة بما رأى، ويخزى بهذا بين يدي الله عز وجل. كما يعين العبد على ترك هذه المنكرات القبيحة أن يتذكر أنه سيقف بين يدي الله، وأن الله عز وجل سيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، وأنه إما أن يعرض عليه عمله عرضا بين يدي الله وهذا شأن عظيم، وإما أن يناقش الحساب وهو عرضة لأن يناقش الحساب، ولو لم يكن في الذنب من عقوبة إلا أن الله عز وجل يناقش المذنب في هذه الذنوب يوم القيامة لكفى بذلك زاجرا عن فعلها. ومن نوقش الحساب عذب، فكيف وأن هذه المحرمات سبب لدخول النار والعياذ بالله؟ ومما يعين العبد على ترك هذه المنكرات القبيحة أن يتذكر أن هذه الشهوة العارضة قد تكون سببا لدخوله النار، وأن شهوات الدنيا كلها لو جمعت للإنسان وغمس غمسة واحدة في جهنم لنسي كل لذة، فكيف وهذه شهوة يسيرة ليست كثيرة ولا كبيرة؟
فيتذكر العبد هذا، وهذا يزجره عن معصية الله، كما يذكر نفسه بأن المؤمن إن صبر عن الحرام فجزاؤه الجنة التي أعد الله فيها لعباده المتقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه إن صبر عن مشاهدة هذه الأفلام الخبيثة فإن الله يعوضه طمأنينة في قلبه وراحة في باله ويرزقه الجنة، وهذا يجعل المسلم يبتعد عن هذه المنكرات القبيحة، كما أنه ينبغي للعبد أن يسأل الله دائما وكثيرا أن يثبته على الدين والهدى وعلى الخير الذي هو فيه، وأن يستعيذ بالله مما يغضبه، يسأل الله أن يعينه على ذكره وشكره، ويستعيذ بالله مما يغضبه، يكثر من الدعاء صادقا: اللهم يا ربي قنعني عن الحرام، اللهم يا ربي باعد بيني وبين هذا الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم يا ربي أعني على ترك هذا الحرام، يدعو دعاء صادقا، يقوم من الليل يصلي في آخر الليل يطرح بين يدي الله: يا ربي أنقذني، يا ربي أنت أعلم بحالي، يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا ربي الغوث الغوث، يا ربي أعذني، يا ربي سلمني، يا ربي لا تقبضني وأنا على هذا الحال، إلهي إن لك عبادا كثر ولا إله لي سواك، اللهم فأعني على طاعتك، اللهم خلصني من هذا الحرام، يدعو بأنواع الأدعية صادقا بين يدي الله عز وجل. ومن صدق الله صدقه الله، ومن استعان بالله صادقا أعانه الله. أسأل الله عز وجل لي ولأخي وللسامعين هداية للحق والهدى والسنة، وثباتا على ذلك، وتوبة مما يغضب الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما مضى من أعمارنا نقيا من ذنوبنا بمغفرته وعفوه، وأن يجعل ما يأتي من أعمارنا وما بقي من أعمارنا نقيا من الذنوب بعونه سبحانه وتعالى. هذا السائل يا شيخ يقول: أسألك بالله إلا أن تسأل هذا السؤال. وقال في سؤاله: أنقذني يا شيخ بنصيحة، فوالله إني على عتاب جهنم، فأنا يا شيخ أدمنت المواقع الإباحية منذ عام مضى، وكلما تبت رجعت إليها ثانية، ووالله إني أبغض شيئا أني أبغضها أكثر من هذه المواقع، لكن تغلبني كل مرة وهي سبب فشلي، فكنت متفوقا جدا في عملي ودراستي، أما الآن فإني في ضياع. أولا أقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ادعو الله تبارك وتعالى أن يقبل بقلب أخيكم وأن يهديه وأن يتوب عليه، فنسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يهديه وأن يتوب عليه، وأن يثبتنا وإياه بالقول الثابت، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأنصحك يا أخي الكريم بنصيحة واحدة تذكرها دائما، فإن فيها نجاة لك، وهي أكبر واعظ: دائما تذكر أن رب العالمين يراك، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فإذا جلست في هذه الخلوة مع الشاشات العنكبوتية في الانترنت، وبدأت تدخل في تلك المواقع،
وتظن أن أحدا لا يطلع عليك من الناس فاعلم أن رب العالمين يطلع عليك، ألم يعلم بأن الله يرى. وهذه الآية فيها زاجر لك، داوي نفسك بها، أزجر نفسك بالقرآن، ولا مانع أن تضع على غرفتك هذه الآية أمامك تنظر إليها حتى تردعك وتزجرك عن هذا الأمر الذي لم ترى ولم تجد فيه أي نتيجة تفيدك، بل تأثرت في دراستك، في أخلاقك، في عبادتك، في سلوكك، وليس هناك أي ثمرة مفيدة. وهذا هو الذي يطمع منه أعداء الدين عندما بثوا مثل هذه الأفلام الخليعة الماجنة المضرة، حتى يضيعوا أبناء المسلمين ويصبح أبناء المسلمين كالأنعام، بل هم أضل في اتباع الشهوات والنزوات والانحراف والضياع. ولهذا اتق الله عز وجل وتدارك نفسك بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وبالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. وهذا الجهاز لا أقول لك وهذه حالك استفد منه في الأمور المباحة، بل أقول أبعده عن البيت تماما، أبعده عن البيت تماما، ولا يبقى عندك ولا لحظة واحدة من هذه الليلة تبعده من بيتك، لأن وجوده مفسد عليك ظاهرة، فلا تبقيه عندك على أمل أنك تستفيد منه في جوانب مفيدة، بل أبعده عن بيتك تماما وأغلق هذا الباب من الشر عليك، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يقبل بقلبك وأن يتوب عليك وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون